بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة الطالب النائم. في إحدى الجامعات في كولومبيا حضر أحد الطلاب محاضرة مادة الرياضيات، وجلس في آخر القاعة ونام بهدوء، وفي نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب ونظر إلى السبورة، فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة وخرج من القاعة. وعندما رجع البيت بدأ يفكر في حل هذه المسألتين. كانت المسألتين غاية في الصعوبة، فذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ المراجع اللازمة، وبعد 4 أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى، وهو ناقم على الدكتور الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب. وفي محاضرة الرياضيات اللاحقة استغرب أن الدكتور لم يطلب منهم الواجب، فذهب إليه وقال له: يا دكتور، لقد استغرقت في حل المسألة الأولى 4 أيام وحليتها في 4 ورقات. تحجب الدكتور وقال للطالب: ولكني لم أعطيكم أي واجب، والمسألتين التي كتبتهما على السبورة هي أمثلة كتبتها للطلاب للمسائل التي عجز العلم عن حلها. إن هذه القناعة السلبية جعلت الكثير من العلماء لا يفكرون حتى في محاولة حل هذه المسألة. ولو كان هذا الطالب مستيقظا وسمع شرح الدكتور لما فك في حل المسألة، ولكن رب نومة نافعة. ما زالت هذه المسألة بورقاتها 4 معروضة في تلك الجامعة. حقا إنها القناعات، في حياتنا توجد كثير من القناعات السلبية التي نجعلها شماعة للفشل، فكثير ما نسمع كلمة مستحيل، صعب، لا أستطيع، وهذه ليس إلا قناعات سالبة ليس لها من الحقيقة شيء، والإنسان الجاد يستطيع التخلص منها. فلماذا لا نكسر تلك القناعات السالبة بإرادة من حديد نشق من خلالها طريقنا إلى القمة؟ ومن هنا تنتهي حلقة النهاردة، أتمنى أنها تكون أفادت حضراتكم. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك في دائمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.